الجني زعلان اليوم. اظهر يا جني ورينا هل انت زعلان ام لا. اوكي تحرك تحرك، عصب الجني عصب الجني. أعزائي المتابعين أينما كنتم، وأنت يا بن عبد الله إز ماك أسعد الله مساكم بصوم عزيزي بتعبوكم كنتم وأنت يا بن عبد الله. هذا الفيديو الجديد والجميل والرائع والخرافي والحريق اللي من خلاله وتيب زبالة على سلسلة أمازون، وتيب سلسلة أمازون وحشتنا. أنا ما أدري إيش أقولها، كأني مذكر مع إني أبدا ماني مذكر، ولكن في فيديونا لهذا اليوم إحنا نرجع إلى أمازون لأني ذكريات كذا قبل سنة، عرفت شلون؟ أنا هو في دمعة بس مع الحر والعرق ما تبان. حبينا إننا ناخذ أكل من أمازون، هالمرة حبينا إننا نخطو خطوة أمازونية، وفي نفس الوقت في نفس الوقت الأكل هذا ما تقدر إنك تروح المطبخ عشان لازم يستوي هنا، في هنا في هذا المكان في هذه الطاولة، شفت؟ وهنا هنا لازم يستوي هنا الأكل هذا. فلذلك دخلنا على أمازون وأخذنا منتجات مرة كثيرة من أمازون، وأيضاً في مفاجأة هي أن هذه المنتجات برعاية شخبار ستور، أي أن هذه المنتجات كلها أنت عزيزي الجميل، أنت عزيزي الخرافي، راح تقدر أنك تأخذها وتجربها وتعيش تجربة، ترجع مرة ثانية تعيد الفيديو وتجرب هذه الأشياء مع متيم بن عبد الله نفسه. فخلونا ندخل أمازون ونشتري ونجرب. اليوم ما في لابتوب، في جوال، فلذلك خلونا نبدأ بأول شيء راح نشتريه ونجربه لهذا اليوم. زي ما تشوفوا عندنا مكتوب هنا بيك ريفيول، هذه الشركة راح تسوي لك أكل، الأكل هذا يكون مجفف بالتبريد أو فريز درايد. عندهم أشياء مرة كثيرة، الأشياء هذه جاهزة، كل اللي عليك إنك تحط عليها ماي، وعلى حسب بعضها ماي عادي بعضها ماي حار، وراح تستوي لك وجبتكم متكاملة من ناحية الكارب والبروتين والنكهة. فلذلك عندنا أول شيء زي ما تشوفوا عندنا strawberry granola wholesome granola with strawberry and milk. زي ما تشوفوا انه مكتوب هنا يعني حط ماي اقل عشان انه يصير له hydration او تصير الوجبة كذا فيها ماي بهذا شكلها لما تاكلها، وهذه شكل الناس قاعدة تاكلها، وهذا شكل واحد هو يحط ماي عشان انه بياكلها. طبعا يوجد 405 اشخاص اعطوا هذه الوجبة ما ادري كم، يعني نجوم كثيرة، اتوقع 3.4.6 من 10 يعتبر رقم شوي عالي. كان في هذه باني تقول انها مرة خرافية وقد استمتعت باكلها لانها شيء لذيذ جدا، فلذلك انا كمتيم بن عبد الله اثق بباني وبانها تاكل هذا الشيء بشكل مرة حلو، وراح نطلبه ونفتتح فيه يومنا. ولا وصل اول واحد، حرفيا انا من زمان يعني ما طلبته من فتره طويله. اجين اذا ودك تشتري هذا المنتج او المنتجات اللي بناخذها بعدين، تواصل فيه تحت رقم واتساب خاص فينا شخبار ستور وشركه نوال الشحن، تقدر من خلاله انك تاخذ هذا المنتج وكل المنتجات اللي راح تكون موجوده عندنا اليوم. اوكي هذا مكتوب، او خلينا هذا هو طبعا زي ما تشوفوا شكله 23 جرام بروتين بير باوتش 2 servings. اللي مكتوب هنا طريقة انك تسويه، اول شيء انك تحط تشيل ال مدري ايش مال الاكسجين، انا ما ادري هو ليش في اكسجين يتنفس ما يتنفس، عندي اي الاكل اليوم مسكون، هذا الفيديو المفروض فيديو اكل من امازون، فجأة صار رعب. تشيل الاكسجين منه، تحط ماي، تخلطه 5 دقائق وبعدين تاكله. اوكي يعني ما في شيء يخوف. الباكج بصراحة مرة حلو، حرفيا الباكج يعني عشان يبين لك بأن هذه الأشياء تعيش لمدة طويلة، فوق إنه مقفل التقفيلة هذه اللي هي ريليسبل. شوفوا التقفيلة هنا كيف إنها مرة محكمة جدا من هنا تبان، فهذا الشيء يخليه يدوم فترة أطول. إن أو ماي جاد ريحته، أو ماي جاد، واو يا الريحة. شيلنا الأكسجين من عليه أخوي، جد مو قاعد أبالغ، أو ماي ريحته مو طبيعية. حرفيا مره متحمس اني اكله. هذا هو جزء شكله طبعا بهذه الطريقه. looks deliciously beautiful. اوكي خلينا نحط كوب الماء، هذا كوب الماء بالضبط كفاه عشان انه نختلط فيه كويس. نقفله لمده 5 دقائق ونجيه بعد 5 دقائق وندق النعمه، مره ندق النعمه. مرت الان 5 دقائق، فخلينا نشوف ماذا حدث هنا يا ترى.
او ماي جاد ريحته مره بطله. انا طبعا ودي اوريكم بس انه يعني يدون تشوفون اوكي هذا هو اوكي كان على وشك انه يصب اوكي حرفيا صار نفس الصوره بالضبط. اند او ماي جاد زي ما تشوفوا او ماي جاد يعني حرفيا الفراوله صاير كانه شيء فرش مره. فبسم الله اوكي ويت صار كان الطعام مسكين في فراولة. الفراولة ما هم مرة باين انه فرش بس افضل فراولة ممكن تقدر تاخذها معاك كذا يعني لايام بدون ما يخترب لاشهر بدون ما يخترب بدون ما تحطه في ثلاجة. اي ان هذا شنطة الطوارئ الخاصة فيك كن موجود فيها تطلع بر تطلع مكان تطلع غابة تخيم دائما يكون موجود فيها. هذا افضل شيء راح تلقاه. كان المفروض احط ماي بارد ولكن ستيل حتى كذا صراحة مرة حلو 8/10 مرة لذيذ. احس كاني انا مسوي الجرانولا في البيت عندي. اروح اللي بعده اللي بعده جينا الى ماركة ثانية وهذه الماركة بوم مرة خرافية مرة رهيبة. هذه الماركة اسمها ماركة او ميل. هالمرة راح نبدأ ونجرب من عندهم او ميل ميبل براون شوغر او ميل ام ار اي. اي ان هذه الوجبات ميلز ريدي تو ايت وهذه الوجبات تحط فيها ماي اذا ما خاب ظني كذا صب عليها ماي تبخر يعني في جني يطبخ لك هذه الوجبة من الاخير. في جني راح يسويها انت تحب شوف انا تسويه ماما هالمرة جني يسوي لك ماما ما راح تقدر تسوي لك شيء. طبعا في عندنا الباك الواحد قيمته $7.66 او 6 باكس ب $70 صور هنا بس هذا كتقييم ناس اقل قيمته بحكم ان اوت ميل اكيد ما في ناس كثيره بتقيمه فلذلك خلونا نجيبه ونجربه. اوكي هذا راح نسويه هنا. اول شيء يجي معاها الهيتنج باد اللي هو هذا يجي معاها كلينكس ملح وفلفل ما ادري ليش يجي معاها ملح وفلفل بس اوكي. اللي راح نسويه هو اننا راح نسوي الاوت ميل هذا هنا خليه يطبخ من 3 إلى 5 دقائق وبعدها تاكله ما هو وقت طويل. الان تجي تفتح هذا لا هذا ما تفتح هذا ما تفتح. اول شيء تحط الوجبه هذه بهذه الطريقه هنا وبعدها مكتوب يقول لك add any water حط اي ماي تبيه مهما كان نوع الماي هذا انت تقدر تستخدمه. فاحنا راح نستخدم ماء يعني نفس المعدنية بس انه تحط الهيتنج باد هذا نفسه. الان تقفل وتترك هذا لمدة 5 دقائق وفي خلال 5 دقائق هذا المنتج انا قاعد تجيب العيد وقاعد تطشر من هنا. ففي خلال 5 دقائق المنتج هذا راح يستوي لنا جال جني. اسمع صوت الجني شو صوته اوكي بدا يبخر. اي انه احنا لازم نقفل كويس. مره حر اوكي 5 دقائق ونجيكم. اوكي المفروض ان هذا الان استوى فخلونا نشيله. اوكي بعده مره حار اوكي الجني زعلان اليوم. شلون الحين اشيل هذا انا اوكي انا ضحيت بسعادتي عشان اني اشيله. او ماي جاد حرفيا مره حار هذا مره حار. او ماي جاد اوكي نجي ونحط الاوت ميل او الشوفان الحار هنا. اوكي هذا هو. او ماي جاد اوكي حرفيا شوفان توه مستوي من جد. طبعا هو المفروض انه يتاكل انت في العلبه نفسها ولكن احنا يعني سناكله هنا. هذا طبعا يجي شكله شوفان زي ما تشوفوا. هذا الشوفان كان بالميبل سيرب المفروض انه مره حار. اوكي يا حرفيا كاني مسويه بالميكروويف. احس ناقصه فراوله او موجود الفراوله. وجبتنا هذه فيها فراوله كان. الان عندنا الفراوله مع الشوفان اميزنج. اوكي انا ماني مره مع الشوفان بصراحه ما احب الشوفان اللي يكون بروحه او مع ميبل احب يكون مع فراوله مع شيء. فوجبه مثل هذه اتس جود اوكي ما هي مره مع انا مو مره بس في ناس كثير راح تعجبها خلينا نكون صريحين صراحه 6/10 بس ستيل يعني حرفيا الناس اللي تاكل شوفان وتحب الشوفان راح لما تاكل هذا تحس انها حرفيا قاعده تاكل شوفان تو يعني جاهز الجني جاب لك. اللي بعده عندنا هنا رجعنا الى ماركة بيكر فيو وهذه المرة عندنا بيكر فيو 3 بين تشيلي ماك فيجن. هذه الوجبة راح تكون فيجن اي ان يعني عضوية وكذا فريز درايد اجين مجففة بالتجميد. فاللي عليك انك تسويه تحط ماي او ماي جاد هذا تقريبا من الاعلى تقييما 248 شخص اعطوها 4.3 تعتبر مرة عالية كنتيجة شكلها. انا ما ادري الملعقة هذه تجي معاها ما اتوقع لان هذا قاعد ياكلها بمسطرة وهذا قاعد يعني لا يعني في اشياء واجد تقدر تسويها فيها. سعرها طبعا $14 الحبة الواحدة. انا مرة احب
ماك اند تشيز. هذا ماك اند تشيز تشيلي ماك، انا مره احب التشيلي ماك، يعني تشيلي تشيلي مع مكروني مع بينز، يعني شيء خرافي ان شاء الله. فضروري اننا نجربه الان، فخلونا نطلبه. وصل الخرافي هذا الان، فخلونا نسويه. هذا طبعا اجين في 2 سيرفينجز، في اللي هو 30 هذا اللي قبل كان 23، 30 جرام بروتين بر باوتش، يعتبر اوكي كان نيوتريشن، يعتبر مره كويس. هذا فيجن، انا ما ادري شلون ما كان يعني معكرونه، معكرونه بالعاده الظهر فيها بيض اذا ما خاب ظني، فمعكرونه فيجن ممكن شويه تخوف، ولكن العبره في الطعم اكيد. اجين يعني يا اخي الباكجينج حق الماركة كستايل قبل أي شيء ثاني خرافي مرة، الكواليتي مرة عالي، تحس إنه من جد مسوينا عشان إنه يعيش معاك فترة جدا طويلة، وفي نفس الوقت تقدر تأكله في أي وقت. يعني طبعا مقابل 50,000 لايكن راح ناخذ هذه الاشياء. طبعا راح ناخذ الجهاز، ما ادري تذكرونه ولا لا، كان عندنا جهاز يعني يغلي الماي بحراره الشمس، راح نغلي ماي وبعدها نصبه في الوجبه، فيعني راح نسوي هذه الوجبه بدون ما نستخدم كهرباء او نار نهائيا. فهذه واحده من الاشياء اللي ودي نسويها. اوكي اجين شيل الاكسجين منه عشان الجني يبدا يشتغل، انا عارف الجني ما راح يشتغل بدون اكسجين. الان نجي للمهمه الاصعب لي، يبغى كوب وثلث من الماء المغلي جدا. الله يستر علينا، الله يستر علينا، ان شاء الله هذه ما تنفقع. هذه ما ادري هل المفروض تحط فيها عادي تحط فيها ما يغلي او لا، ما ادري، عندي احساس انها بتفقع كذا ما يصب علي. الان مكتوب ان تخلطها بملعقه، ولكن احنا ما راح نحتاج ملعقه نهائيا كذا. قفلها وتجي تاكلها بعد 10 دقائق. حار بعد 10 دقائق، فنجيكم بعد 10 دقائق. المفروض ان استوى، مرت الان ال 10 دقائق and yep استوى. اوكي على انه فيجن بس ريحتها حلوه. خلينا نجيب صحن ونجي نصب المعكرونه هذه. اوكي الماء او ماي جاد في كثير صراحه، وباقي مره كثير ما طاح. ما خضيته كويس، عرفت الان هم ليش قالوا خضه ب اوكي قاعد اجيب العيد، ليش قالوا خلطه بملعقه؟ لان في اشياء كثيره اللي هو البخار اللي موجود نفسه ما راح ينخلط، فهذا خطا مني. وايضا زي ما تشوف انه البهار هذا نفسه قاعد يتكون ويصير زي البيست او زي المعجون، الكميه بصراحه كبيره. فالان بنشوف هل تستاهل هذه الوجبه ان انت اساسا تاخذها معاك، وانها تكون وجبه يعني متكامله كغداء او شيء في فتره الكامبينج. لانه يعني بصراحه معليش الكامبينج عندنا احس بده يصير تقليدي، ودي كذا يكون في مجموعه من الناس، انا بصراحه ودي اكون منها، تكون كذا يعني ريفولوشنري في الكامبينج، ان الكامبينج حقنا يكون متطور، انه مثلا ما بقول انها تكون بدل جماعه معينه، ولكن يعني كذا جونا خاص، عرفت شلون؟ يعني تطبخ مثلا شاهي بالشمس، تاخذ وجبات الام ار اي، الاشياء هذه احس بانها بتكون خرافيه. انا راح ابدا بصراحه، وبعدها الناس اللي حابه تشارك وتجي تطلع معانا رحلات، اتس gonna be fun ان شاء الله. خلونا الان نجرب الوجبه اللي بصراحه اشوفه، عشان اكون صريح معاكم، ممكن من اكثر الوجبات الفيجن والفيجيتيريان اللي اللقمه حقها تكون مشهيه. ف بسم الله. واو اوكي او ماي جاد ذاتس ا جود ون. هو يا نكهتها مره حلوه، اوكي ابهارها مره قوي. انا دائما اتخوف من الاكل الامريكي بصراحه يعني، لكن هذه الفاصوليا الذره حرفيا يعني فوق كان مكتوب 30 جرام بروتين، في باقي يعني المفروض. اوكي انا زي ما قلت لكم الغلطه اللي صارت عندي او اللي سويتها هي اني ما خلطها بملعقه، فلذلك الوجبه الجايه من هذه الشركه راح نخلطها بملعقه. البهار كان زي ما تشوف بيست كامل، يعني تقدر تقول بان انت كانسان فيجن راح تحصل على الكارب اللي تحتاجه من الوجبه هذه، راح تحصل ايضا على البروتين اللي تحتاجه من الوجبه هذه. والله مره حلوه. الحلو في هذه الشركه انه ما يعطيك فلفل، ما يعطيك ملح، ما يعطيك شيء. حبيبي انا سويتها بالوصفه هذه، تاكلها زي ما سويتها انا ولا ما تاكل؟ تموت جايع في البر بروحك، ها ما تاكل شيء. 9/10 بصراحة لذيذة مرة، ابغى اكل زيادة، اخر لقمة والله اخر لقمة. اوكي اللي بعد رجعنا لشركة اوميل، وهذه المرة بنخربها شوية، راح نطلب تشيز تورتوليني فيجيتيريان ماري. هذه عندنا يعني ب 15 دولار انت تقدر تشتري الوجبة، فهي تشيز تورتوليني اند توميتو صوص. اوكي زي ما تشوفوا هنا يعطونك معاها ملعقة، يعطونك معاها الهيتنج باد والفود باوتش اللي هو اللي يكفيه الاكل، وفيه يعطوك معاها فلفل وملح زي ما تشوفوا. يعني الوجبة هذه حتكون كذا يعني حتكسر الدنيا. باقي 49 شخص اعطوها 4.1، هذا يقول مرة ما هي سيئة، واللي تحت يقول عادية، واللي تحت يقول خرافية، واللي تحت يقول مرة خرافية، واللي تحت يقول اوكي، واللي تحت يقول ما هي سيئة، واللي تحت يقول معفنة، واللي تحت يقول خلينا نطلبها ونجي.
خلنا نطلبها ونجي. بصراحة احنا طلبنا شيء بس وصلنا هذا الشيء بداله. طيب ما ادري ليش رسلوا لنا هذا الشيء بداله بس ما ادري يعني. هذاك اتوقع كان 13 دولار 14 دولار. الباستا هذا خلينا نشوف كم سعره. خلينا ندخل امازون ابغى اشوف هذا بكم سعره. اوكي تخيلوا، لا جد تخيلوا انه يطلع مثلا اغلى من سعره. يعني خلينا نقول 20 دولار. اوكي ليتس جو 20 دولار. اوكي نشوف بوريكم سعره فوق هنا 33 دولار. بعد الخصوصة 30 دولار، اي ان هذا 3 أضعاف قيمة اللي ارسلوا لنا اياه يعني، او اللي احنا طلبناه. هذا اسمه ليكويد اي في او ليكويد 4. يقول لك فيول اند لايف ادفنتشر هايدريشن مالتيبلاير. اوكي يقول لك 1 ستيك فاستر هايدريشن ذن واتر الون. اوكي معناها بان هذا الشيء نفسه اوكي او هذا المنتج اللي وصلنا بالغلط يروي العطش أسرع من الماء العادي. أي إن غرشة المفروض مثل هذه تروي العطش، ما أدري على كلامهم هنا إن 3 مرات أسرع أو شيء كذا. I don't know. فاحنا نفتحها and oh my god واجد مرة كثير. هذا في كم 1 stick 16 ounces of water. okay دقيقة how many liters in 16 ounces of water. it's 0.47 liters. اوكي يعني تقريبا هذه الغرشة او اقل بشوية، ولكن مو مشكلة خلينا. وطبعا قيمة الحبة الواحدة من هذا بالدولار. اوكي فهذا المفروض انه بطعم الفراولة. طبعا يصير شكله بهذه الطريقة، يصير لونه ابيض في زبد هيسينج يسوي كذا. بسم الله في املاح. طعمه ما هو حالي، ما هو سيء طعمه بس I don't know. هذا اوكي خلينا نكون صريحين، هذا تبغى شيء كذا يعني الاملاح اللي قاعد تفقدها من جسمك يرجعها لك اسرع. انت في صحراء، انت في مكان الماي عندك قليل، يا تقدر تشربه بس I don't know كطعم يعني ما هو ألذ شيء. ايضا استخدام نكهة الفراولة ما حسيته توب، وان الحبة بدولار صراحة يعتبر شوية غالي. صراحة 4 من 10. I don't see myself drinking this. ما اشوف حالي صراحة اني اشرب هذا. بس اذا انت انسان تبغى شيء يكون هارد كور حق سيرفايفل حق كامبينج حق طلعات روحها جاية، اتوقع بان هذا بيكون واحد من افضل الخيارات لك. ما هو لي لكن للاسف صراحة. رجعنا الى ماركت بيك ريفيول. بادر نوت دالر دال بادر يعني شيء هندي واضح انه كذا يعني. حد بروتين فيه 23 جرام يعتبر كوجبه واحده. اوكي يعني نوعا ما اوكي. تو سيرفينج باوتش. سعر الوجبه اللي هي تو سيرفينجز اللي هو الكيس الواحد راح يكون 14 دولار. 98 شخص اعطوه 4.4، يعتبر شويه عالي. في ناس هنا تقول ذيس از ا بيج يس، معناها انه كسر الدنيا ما غير تاكله من هنا خلاص. يعني شعور حلو مره لما تاكله، فاهم شلون؟ ان تلتذ. ما ادري يعني ما ادري انه شرحت بس انه معناه ان مبسوطين بالاكل. اوكي انا من يوم اكلت الوجبه هذيك وانا متحمس لهذه الوجبه. هذه الوجبه 23 جرام بروتين، تحرك لمدة 10 دقائق عشان ما نغلط الغلطه اللي غلطناها من شوي. هذه المره راح نحركها بملعقه عشان انه يعطينا افضل شيء. هذا احس بيكون طعمها هندي، فيها بهار كثير. لاحظنا هذه الشركه بصراحه قاعده تسوي هذا الشيء، قاعده تعطيك بهار مره حلو مره كثير، في نفس الوقت ما هو الشيء اللي اوفر عشان لا يعطشك، خصوصا انهم مسوين هذه الوجبات للناس اللي خلينا نقول في كامبينج طالعه تبغى تاكل شيء حلو في نفس الوقت. يا او ماي جاد. اوكي ريحه بهارها ريحه هنديه بحته. اوكي حرفيا عشان اوريكم كميه البهار اللي موجوده، خليني بعد ما نفض كيس الاكسجين هذا شوفوا كميه البهار اللي عليه. او ماي جاد. اوكي راح نحط فيها الماي او كميه الماي اللي هم قالوا عنها، نخلط نقفل 10 دقائق ونجي ناكل. الان بقى خلينا على البرنوت دال دال با شيء كذا هو اسمه يعني. او ماي جاد واو واو. اوكي اوكي ما يحتاج احكي لكم عن الريحه نهائيا بدون ما اجيب العيد يعني. حرفيا كاني طالب من مطعم هندي بدون مبالغه، كاني طالب من مطعم هندي. طيب اوريكم شكل اللقمه المتكامله. طبعا ما ادري هو في حمص ولا هذا جوز هند ولا ايش، بس بسم الله. او ماي جاد. في جوز هند. طيب واضح طعمه، بس في ناس تقول متيم جوز هند مع شيء. لا 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 ترى الهند يستخدموا جوز الهند في اكلهم مره كثير. This amazing. حرفيا النكهه مره غنيه. هل هذه فيجن ولا لا؟ الوجبه هذه فيجن
كم الوجبات هذه تعيش؟ ما هو مكتوب صدقون، ولكن هذه الوجبات بشكل عام تعيش فترة طويلة جدا، أي أنها تعيش ممكن 4-5 سنوات، أتوقع حتى ممكن أكثر، بس ماني شايف مكتوب وين. في اللقمة هذه اللي داخل أحسها أحلى لقمة بتكون، اللي هي محبوسة هنا، اللقمة الجميلة هذه. أوكي، الوجبة بصراحة نايس، مرة متكاملة، ما أشوفها تحتاج أي شيء زيادة. ما أبغى أقول أتمنى أنكم تقدرون تجربونها، لأن بصراحة أنت تقدر تجربها. تاني 3 خصم 15%، التفاصيل في الديسكريبشن، أرسل لهم واتساب قول لهم أبغى الوجبات هذه، اختار النوع اللي تبيه في فترة بسيطة جدا. You are going to have it in your own home، راح توصلك إلين بيتك وراح تجربها. هذه 9% ما غرقتها أقل. الآن بقي نخش على أشياء اللي مرة بوم. أوكي، عندنا أوميلز تشيز بيتزا صوص مري. أوكي، بيتزا على جبن، حرفيا الجن راح يسويها لك. تحط البيتزا هنا، تحط عليها ماي هنا، البيتزا تستوي هنا بدون ما تروح مطعم، بدون ما تروح فرن بيتكم، بدون ما تسوي ولا شيء. البيتزا هنا راح تقدر تسويها، وسعرها $19. أو ماي جاد، بس إنه أوكي، يو نو وات، تجربة مثل هذه أنا أدفع عليها فلوس، ما عندي مشكلة. ليش؟ لأنها تجربة خرافية. هذه 14 شخص، أو ماي جاد، تقييمها هذه يعتبر شوية قليل، بس حنجرب. يا جماعة هم العقل، ليش يا جماعة هم العقل؟ بيتزا، بيتزا تستوي سويج ادو، الجن ما يعرف يطبخ الا بملعقه. صح، اوكي، خلينا نشوف تقييمها. تقييمها 3.4، واحد يقول بيعطي 0 ستارز، واحد يقول سيئه، واحد يقول اوكي، واحد يقول تيربل، واحد يقول معفنه، واحد يقول ما هي زي الصوره، الزبده. بس انا ابن عبد الله ابى اجربها. تعاون مع شركة نوا اللي وصلون لأي شيء أبي من 3 إلى 5 أيام عمل إلى هنا، وقدر أوصل لك أنت أيضا نفس الشيء. راح نجربها، وأي تفاصيل تحت في الديسكريبشن، وخلونا نجرب البيتزا هذه. وصل معانا ملك السهرة بيتزا. أوكي أوكي أوكي، وقفة صمت واحترام شديد جدا لي أنا، لأني شريت هذا الشيء رغم أن الريفيو حقه ما كان مرة أفضل شيء، ولكن دقيقة خلينا نكون صريحين. طيب، الناس اللي تبغى بيتزا كذا جبنة سايحة مرة وشيء مرة خرافي، اقعد في البيت، لا تأخذ شيء. يعني هذا في البر، أخوي منو بيسوي بيتزا في البر؟ شلون بتسوي بيتزا في البر بشيء خرافي جدا؟ هذا أفضل شيء راح تقدر تسويه بدون نار. أوكي، فلذلك خلونا نشوف وش يجي داخلها. هذا المفروض 2 سيرفينجز، اي ان بيتزتين يكون فيه. اوكي، ما فيه ملعقه، ليش مكتوب انه فيه ملعقه؟ اها، لعبتوا على وين الملعقه والفلفل اللي انا اكل فيهم البيتزا؟ ما موجودين. في ناس تقول طيب متيم، احنا ما راح نعرف كيف الماي، يعني وزنه الماي يا قد بنحط. يا هم حاطين لك، حط الماي لهنا اند يو ار ابسولوتلي جود تو جو. بيتزات راح تحطها بهذه الطريقه. انا ابغى اشوف هل راح تكون البيتزا مره ساخنه او انها راح تكون نوعا ما ساخنه. هذا من الحماس ما فكيتها، لاني مره ابغى اجرب بيتزا. يعني انا شوف، وانا سويت هنا اشياء كثيره، بس ما قد سويت بيتزا على الطاوله بدون نار. اوكي، او ماي جاد، يعني متحمس. الجيران بيجوني اليوم، الجيران بيجوني. طبعا هو مكتوب حطها 5 دقائق، انا بصراحه بخلي الجبنه تذوبها، بخليها ممكن 10 دقائق او اكثر الين تطفي. مكتوب ان احط تقريبا من 3 إلى 5 أونس، فاحنا بنحط ال5 أونس اكزاكتلي. بس الماي كنا ما وصل للخط، نحط زياده ماي، نحط زياده ماي ابعدي. ها، سخان سخان. اوكي، احس اني مره عبيت ماي بزياده لدرجه اني انا خايف الان. شوف بسرعه بسرعه، تحسك كذا يعني. شوف، الله يستر لا يروح. شنو الجني عصب وقال متهم؟ شوف البيتزا استوي ونجيكم. مره حاره، مرت فتره صراحه، فالمفروض الان ان هذه البيتزا يعني شيء جبار مره ولذيذ. او ماي جاد، اعزائي المتابعين، اول بيتزا ناكلها في حياتنا. اوكي، شوفوا هو الجبن ما ذاب، يعني بمعنى انه ذاب، ولكن البيتزا ساخنه. طيب، هذا يجي شكلها، ولكن اجين عشان نكون منصفين، ما نبي نقيمها كانها بيتزا يعني توها طالعه من الفرن قاعد تاكلها في مطعم ولا في البيت. لا، انت الان سويتها هذه في نص البر بدون استخدام نار، استخدام ماء هالقد بس. بسم الله. اوكي، ما هي سيئه مره، لا تماما. هذه اول بيتزا انا اكلها في حياتي مسويه يعني بدون نار بدون شيء، ولكن احس انهم كانوا يقدروا يسوونها بشكل افضل. طبعا هذه اشياء تعيش فترات طويله جدا، ولكن ماني حاس بانها كهل واو. اوكي، يعني ما هي سيئه، ما هي نفس الرجز. اوكي، هذه اشوف حالي بصراحه اكلها كتجربه فقط، يعني 5/10 صراحه. وخل نروح لاخر شيء عندنا لهذا اليوم. الان دقينا في النعمه لين طلع من خشمنا، خشمي
وخشمك استاذي العزيز. باقي شيء واحد، باقي اننا نحلي. فايش تبغى تحلي؟ انت تبغى الجني يطبخ لك اكيد. طبعا تبغى الجني يطبخ لك مالتن براوني ديزرت سناك يعني براوني. تعرفون البراوني صح؟ براوني اوكي، مقابل $10 راح يجيبون لك البراوني هذا، والجني راح يطبخ لك بعد ما اعطاك البيتزا هذيك اللي كانت بيتزا نوعا ما. اوكي 13 شخص اعطوها 3.4 اوكي. واحد يقول not what you think، واحد يقول wasn't expecting that. اوكي الناس مره يعني ما هي متحمسه، بس في ناس اعطوها 3. بنجربها، احنا نجربها ونشوف في البر هل هي اوكي ولا لا. فخلينا نجيبها ونحلي. يقول لك molten brownies، اي انه ذوب. فهم شلون يذوب؟ اوكي فا اجين الريفيوز ما تهمني مره الريفيوز انا، لان هذه الناس اللي قاعده تتحمس في الريفيوز قاعده تقارنه بشيء بتاكله في البيت. معليش بس هذه الاشياء انا ما اقارنها بشيء اكله في البيت، هذه الاشياء اقارنها بانا وين قاعد اكلها الان. تو سيرفز وكبار مره او فيجن. اوكي اجين بقارنها باول شيء انها شيء فيجن، ثاني شيء باني انا اساسا قاعد اكلها في نص الغابه ولا في مكان كذا في قلعه وادرين انا قاعد اكلها. اوكي احنا بنخليه ربع ساعه مو اقل. اظهر يا جني ورينا هل انت زعلان ام لا. اوكي تحرك تحرك، عصب الجني عصب الجني. ووو 10 دقائق ونجي ندق النعمه. ها 10 دقائق، لا هذه يعني 5 دقائق. اتمنى ان هذه صراحه تطلع افضل من البيتزا، يعني اتمنى ان المولتن شوكولات اللي فيها ما ذا مشكله ان طلعت فيجن. ليش فيجن اخوي؟ ليش مو فيجيتيريان؟ عشان انه يكون شوكولات اللي فيها شوكولات كذا مع حليب، فيكون شيء خرافي مره. تيجي داخل اكياس. الشيء اللي قاعد اشوفه انا مره غريب بصراحه يعني. اوكي الريحه براوني جدا، هذا شكل البراوني. اوكي يا مالتون يا اوكي، اول ما ذقتها كذا في طعم ما اكتسرته. يا انها فيجن اوكي، هذا ممكن المشكله الوحيده معاي، ولكن نو سيريسلي يعني لما تاكلها مالتون ذوب البم. اوكي بس بشكل عام توقعتها بتكون ناشفه، ابدا ما هي ناشفه بصراحه، ما هي سيئه مره حاليه. مره حاليه. هذا اللي كان عندنا اليوم، لا تنسون اللايك سبسكرايب وشير، ونزورنا في فيديوهات قادمة قريبا جدا جدا. كان معاكم متين بن عبد الله، وش اخبار مثل ما كان مكتوب في البداية؟ عملي متين بن عبد الله again. كل الاشياء اللي جربناها اليوم مهما كانت تقدر انت بنفسك تجربها، تعطينا رايك فيها بعد تجربة، الرابط تحت في الديسكربشن عشان تقدر تاخذ هذه الاشياء وتجربها. متين بن عبد الله سلام.